يقول: حدثنا الأستاذ العلامة الشيخ سعيد أحمد البالنوري، قرأت سنن الترمذي على العلامة الكبير الشيخ محمد إبراهيم البلياني، وهو قرأ على شيخ الهند محمود حسن الدوبندي، وهو قرأ على قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي، وهو قرأ على الشيخ عبد الغني المجددي، وهو يروي السنن عن شيخه محمد إسحاق الذهلبي رحمه الله تعالى. قال الشيخ المكرم المقرم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد إسحاق رحمه الله تعالى: حصل لي الإجازة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل والحبر الأبجل الذي فاق بين الأقران بالتمييز عن الشيخ عبد العزيز، وحصل له الإجازة والقراءة والسماعة عن والده الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلبي. وقال الشيخ ولي الله: أخبرنا به الشيخ أبو طاهر المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ المزاحي عن الشهاب أحمد السبكي عن الشيخ النجم البيضي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغي عن الفضل بن البخاري عن عمر بن طبرزة البغدادي. قال: أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهربي التبوخي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 بمكة شرفه الله تبارك وتعالى وأنا أسمعه. قال: أنا القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأسدي رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا أسمعه في ربيع الأول من سنة 82. قال الكروقي: وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الدرياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغوردي قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81. قالوا: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ومحمد بن عبد الله ابن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي، فأقر به الشيخ الثقة الأمين والحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى. نفعنا الله تعالى بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في ترقيع الثوب.